مشينا الماك سنتر حيت اليوم كاين لي زوف ديال الحوايج ما تقدينا شي لعيبات. المهم كيف ما كتشوفوا راه هنايا راه بداو في الاشغال وداكشي راه كيصاوبوا فيه. المهم بقاو معنا باش تشوفوا كاع داكشي اللي خدينا ان شاء الله ونمشيو للدار نوريكم شويه بشويه. السلام عليكم، صباح الخير عليكم الدري والدريات، كي دايرين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير ودازت السيمانه زوينه ما كاين لا مشكل لا والو. المهم كاين بزاف ديال الحوايج هاد السيمانه طرات لي ان شاء الله راه غادي نعاودها لكم بالتفاصيل. المهم قبل ما نبداو انا يلا فاقت من النعاس والله يلا فاقت الدواء ما كنت خدام في الليل، راه دابا تقريبا تكون شي 3 نيش راه 3 دابا. ونمشيو نشربوا القهوه ديالنا ان شاء الله، خصنا ضروري خصنا ضروري ضروري ندوزو ان شاء الله تشطيب شي تشطيب هاد الدار باش تولي الدار اليز، حيت مادام راه كاين في الخدمه وان شاء الله حنا غندوزو نشطبو الدار نقادوها الروايحه داكشي يولي اليز ان شاء الله. باش غادي نشطبو بهاد اللعيبه سبيرادورا، هي هاد اللعيبه كتبرونشيها من الفوق وصافي وديزا مربوحه. المهم شنو بغيت نعاود لكم على حسب الخدمه، كما عارفين نتوما في الخدمه عندي واحد الصديق ديالي يعني الزميل ديالي في الخدمه في لاميم بوست، حيت هو عنده فاكونس عنده واحد التيم ديال فاكونس وسميتو، وانا خصني نبقى في البلاصه اللي كيخدم فيها هو، يعني البوست ديالو هو خصني نريح فيه انا، وهاداك البوست ما سالش يعني باش تبقى تصنع داك البوست كيصنعو فيه بياس ديال الطوموبيلات، يعني كاين بزاف كاين شي 6 ديال الربوات راه ما كاين على قدا عندي مصوره، ولكن ما نقدرش نحطها لكم في اليوتيوب حيت داكشي عندي هذا يشوفوه يقدر يشوفو شاف بيرسونيل ديروا لك دان سير وسير ديروا لك مرايده خويا عارفين ما كاينش لك تصور دار ولا داخل ديال الشركه داكشي انتي. المهم داكشي ما ندوش فيه. المهم كاش مي واحد داك 3 ايام، المهم 3 ايام يعني فورماسيون كيشرح لي المسائل شنو خصك دير وقع المشكل شنو خصك كيفاش غدير باش تحلو داكشي. المهم داكشي كلشي كتقيدو وكتصنع كتحل ودنيك كتشوف لي بروبليم اللي يقدروا يوقعوا لك في داك 8 السوايع اللي كتخدم فيها، راكم عارفين 8 السوايع يعني كتصنع فيها البيز ديال الطوموبيل ما يمكنش لك تخدم داك 8 السوايع كونتيني بلا ما يوقع لك مشكل امبوسيبل، حيت الماكينه ضروري يوقع شي كونتاكت ماشي هو هذاك توقف لك الماكينه، خصك ضروري تكون ودنك حاله مزيان وما تزقل على حتى شي لعيبه.
المهم راه هما ديال الاختبار باش يشوفوك واش كاين ولا ما كاينش. المهم انا ديجا داير واحد الكورس ديال بروغراماسيون ديال الروبوت يعني داير واحد يعني قريت يعني ماشي ما قريت قريت على داك البروغراماسيون ديال الروبوت. مثلا الا مشى الروبوت وقف لك ما كملش الخدمه ديالو وقف فوق الطريق وقف لك في الطريق يعني باش يرجع لبلاصتو يعني ساهل يعني انا ديجا قاري يعني عندي واحد شويه درايه. المهم الحمد لله السيمانه دازت يعني ترونكيل. المهم شرح لي المسائل 3 ايام وانا بوحدي في الخدمه بقيت بوحدي يعني انا والماكينه والمهم مشاكل بقات كتوقف ليا. المهم تمنيت سوا بزاف ديال المرات كنشوف الحمد لله قدرت المهم نحل المشكل ديالي بوحدي حيت في الليل ما كاينش لي ميكانيك ما كاينش المندير منتو يعني ما حنا في الشركه ديالنا فهمتي عايش الحاج ما كاينش. ولكن هاد السيمانه الجايه ان شاء الله راه قال لك غادي يولوا الميكانيك في الليل حيت ما يمكنش راه بعد مرات توقف لي الماكينه ديال الاخر وحنايا لي زوبيراريو حيت ما عندكش انت ما عندكش واحد الدرايه كبيره باش لا مشى خسر لك شي روبه غادي تصاوبو انت ما يمكنش حتى مسؤوله على الماكينه يعني داكشي ديال الميكانيك راه الميكانيك هو اللي خصو يجي لو وقعت شي حاجه هو اللي خصو يحل المشكل. المهم اليوم الاخر المهم وقع لنا واحد المشكل ديال الروبو ما فهمتي ما كيديرش الخدمه ديالو يعني كيمشي كيهز واحد البياسه اللي كيهزها باش كيخصو يحطها في واحد القنش ما كيحطهاش يعني واحد المشكل كبير يعني انا بان لي داك البلان هذا في السكار انا ما نقربش لداك الشيء غنخليه بحال ما بقى ما نقيسوش وصافي هادشي اللي كاين خليته. عيطت للمسؤول ديالي راه قلت ليه شنو واقع وشنو واقع قال لي صافي ماشي مشكل دير الماندونونس يعني المانديرمنتو ديرو الماكينه يعني قاد المسائل بدل داك سميتو ديال الروبو العيبات الراس المهم بدلنا داكشي كامل نقينا خلينا داكشي اليز ابخي مشيت لماكينه اخرى مع واحد الصديق باش كنعاونو فهمتي يعني كاينين ماكينات اخرى يعني يمكن لك ما يمكنش تبقى جالس مريح فهمتي بنادم راه كيجري فهمتي يجري معاك يقدر يقول خونا فهمتيني يشوف الاخر كيضرب تمارين وانت جالس كدور يقدر يوصلو للهضره فهمتي. المهم مشينا رايح مع خونا المهم بقيت كنعاونو هو كيصاوب العيبات انا كنقاد معاه المسائل. المهم داز داكشي ترونكيل الحمد لله في هاد الظرف ديال 3 ايام الحمد لله تعلمنا بزاف ديال الحوايج وقدرنا بعدا نحركوا الماكينه راه الماكينه راه صعيبه الخوت راه ما فهمتي راه ما سهلاش. المهم راه الناس اللي في المغرب راه خدام داكشي ديال الروبوات وداكشي راه عارفين داكشي راه ما ساهل ضروري تكون عندك الفورماسيون. المهم هذا هو البلان ديال الخدمه. البلان الثاني اللي زوين وخايب هو سميتو هو كل عام في العماره كل عام كل عام كيديروا ماشي قرعه كل عام تقدر تجي فيك انت بريزيدون ديال العمارة. هاد العام حنا يلاه جيني يلاه كما قلت لكم يلاه كنا شرينا الدار وداك الشيء ديال الاشغال والعيبات والطبقه اللي ساكن فيها انا راه كان تماك واحد البريزيدون وداك البريزيدون عنده غير عام مي كتسالي كدوز للدار حداه وانا حداه وهي تجي فيا هاد العام وما عارفين حتى وزاش غندير وما عارفين حتى حاجه. المهم دابا راه غنتسنى المدام باش تجي باش داكشي علاش قلت لهم راه خصني نبدا نشطب العيبات في الدار سوانا باش غادي يدخل عندي البريزيدون والعيبات للدار باش يشرح لي المسائل. داكشي علاش كنتسنى دابا المدام تجي ما غادي تجي ان شاء الله غادي ندق على سميتو اكس بريزيدون يعني الجار ديالي خصني ندق عليه ان شاء الله ونقول يدخل ويشرح لينا الزورقه والستيلو ويشرح لينا يعني هو ديجا عنده الاكسبيريونس عارف شنو واقع حنا يلاه جينا ما عارفين حتى وزه ان شاء الله غيشرح لينا شنو خصنا نديرو والعيبات وداكشي وصافي هادشي اللي كاين وان شاء الله نديرو شي لعيبه حيت خصنا نبدلو شي لعيبات هنا في العماره فهمتي نعطيو اللمسات ديالنا ان شاء الله. ايوا نتمنوا والله نكونوا في حسن الظن و حيت كاينين الناس ساكنين هنا فهمتي كاينين الناس كبار شويه في العمر وداكشي يعني ما عطيتش له واحد الاهتمام بالعماره وداكشي فهمتيني وان شاء الله حنا جينا دابا غنوليو بريزيدون فهمتيني غيطلع علينا الكراد ولكن غادي نتفرق عليهم مزيان فهمتي دابا القانون فهمتيني. المهم بقاو معانا وتشوفوا كاع الفيديو كامل ان شاء الله.
20 يلا سالينا دابا يلا ريحنا خوت وشربوا قهوه ديالنا والله خوت باقي ما مغدي ما هو اصلا ما فيهش الجوع والله ما فيه الجوع والله نشربوا قهوه ديالنا ترونكي هاو هاد العيبات ما بقى والو بقى شويه اصلا المدام ديما كتصاوب ليا زعما الصراحه ديما كتصاوب كل سيمانه كتصاوب ليا العيبات باش نديو معايا الخدمه راكم عارفين الخدمه وديك شي ضروري خصك دي ما العيبات خصها في الخدمه الكيكة انا سميتو هاد العيبه سميتها بسكوتش في المغرب يقولوا لها الكيكه بالليمون رانيش كيكه بالليمون شي شنو بنينه الصراحه كاينه كاينه الصراحه كاينه كيما كتشوفوا معايا هاد اللعيبه اللي ورايا تشوشي هادي هنا ان شاء الله هاد الكوزين راه معايا الكوزين هاد اللعيبه ان شاء الله راه نسير شي تلفازه ونديرو هنايا ايوا شوف شتا جنس سون تكون كتفقر على هاد الصباح اللعيبه تشوف شي اخبار شي لعيبه المهم خوت خليكم معانا حيت راه جو بونس في المغرب راه كان عندكم تخفيض ديال الحوايج واللعيبات ملي طيح شي حاجه بياساش نعاود ليكم بقاو معانا باش تشوفوا كاع اللعيبات اللي خديت العشران الدراري انتم كتشوفوا التوشيات اللي خديت قولوا لي داكشي مصرع ولا لا المهم خديت هاد السريويل الاستيك راه واعر الصراحه مرتاح اللبسه ديالو زوينه ومرتاح خديت معاه هاد اللعيبه هادي قوامي جات هي زوينه وسخونه امام طوركم عارفين ان راه كاين البرد وداكشي المهم انا عزيز عليا قوامي بحال هكا وجات امام طرا صورتي مع السروال ديالو هو هذا خديت هاد الطريبيش كما نتوما راه عارفين راه كاين البرد بزاف ودابا ما عنديش شعر حسنت دابا راه نضرب هاد الطريبيش بشي سخون اليز الخدمه خديت هاد السريول حتى هو خفيف خفيف زوين عجبني حتى اللون ديالو زوين ضربو مع الكونفيرس يجيك مفرقع خديت عاوتاني هاد الكاشكول هذا راكم عارفين هنا راه كاين بزاف ديال البرد خديت هاد الكاشكول هذا راه سخون وغليظ راه لاحظتو معايا راه شتي قداش راه على قد راه كبير اصلا المهم كما كتلاحظوا معنا هذا هو الكاشكول راه كبير تبارك الله راه هي اصلا سخون باش عجبني سخون زوين الصراحه اخديتهم زارا نيت حيت راكم عارفين راه كاين تخفيضات كاينين تخفيضات وداكشي علاش انا خديت هاد اللعيبات حيت رخاصين في الثمن راه حتى في المغرب راه امام طرا في المغرب حتى هو راه كان عندكم تخفيضات وداكشي واستغنى الفرصه خديت هاد الشكاره اللي ساوي الثمن صراحه وطيحت بواحد الثمن رخيص راه زوينه ديال الجلد اوريجينال مع شحال كندير والله ما حيدات حتى الساطه حيدات كاع الاثمنه ديالهم وداكشي بلا ما المهم هادي تقريبا شحال كندير شي 2000 درهم ولا شي لعيبه راه راني شكوي راه باقي ما حليتش ما والو باقي في البلاستيك ديالي ايوا هادشي اللي خدينا وقولوا لي كي جاكم التوشيات اللي خدينا والزوينين ولا لا نضربوا الحطام نصوروا ليكم كما قلت لكم قبيله العشران راه وليت انا بريزيدو في هاد العماره هادي نيت وراجع عندي
سميتو الجار ديالي اللي كان اكسبيرتي دو شحال عندي راه جا ريح معنا هنا بالدار دوينا على المسائل اللي كانوا طاريين واللعيبات اللي باقين بيندينت يعني باقين في تراميتي وداكشي. المهم راه عطاني السوارش كاملين ديال فين كيديروا الاجتماعات فين كيديروا فين كاين المسائل ديال الغاز ديال الضوء داكشي حيت الا مشات وقعت شي حاجه راه خصني انا يكون عندي المسائل عندي السوارش عندي داكشي كامل. المهم راه دوينا كلشي راه قيدت في واحد الكتاب قيدت داكشي كامل نقاط فهمتيني وخصني نعيط للكونطابل وداكشي حتى هو باش نهضر معاه حيت كاينين شي لعيبات باقيين في تراميتيس وداكشي يعني كاينه الخدمه فهمتيني. المهم هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله حنا راه غادي نبقاو تقريبا عام ديال سميتو ديال بريزيدون داكشي ابخي كتمشي عاوتاني لجهه اخرى. دابا هاد العام جات فيا انا العام الجاي غتجي في واحد حدايا عاوتاني هي اللعيبه كدور وسميتو ما كتخلص ما والو يعني كدير سميتو كتولي انت بريزيدون ديال العماره وصافي كدير المسائل اللي كانت شي حاجه خاصه العماره كنتي كتشوف عليها ديك كتهضر مع لي كونطاب والناس بحال في المغرب كاين السنديك كتخلصو فهمتيني. هنايا لا هنا كيكون بريزيدون في العماره يعني كل عام ولا عامين كيديروا دايره فهمتي كدور على الديور يعني مره عام كتجي عندي مره كتجي للدار اخرى وهي غاده. المهم هادشي اللي كاين الخوش وان شاء الله نكون الخير من الخوش. راه كما كتلاحظوا معنا وصلنا للاخر ديال الفيديو. المهم راه ما كاين لا موديل لا والو طالعين تسرح مهم ضربنا الحطاش شو كي جات. وبالنسبه راه حنا راه باقيين في الكونفينمون راه ما كاينش فين تخرج زعما تصور ولا شي لعيبات. المهم صورت لكم داكشي اللي طرا لي انا في السيمانه وان شاء الله النهار غيطلقوا لينا اخونا راه غادي ما كاين غد ما تصور ان شاء الله وكاين بزاف ما يتصوروا بزاف ما يدار. المهم مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندنا راه كنشوفكم كاملين العشران وما تنساوش السيبور ديالكم راه مهم بزاف وتعالى العز ليكم كاملين الخوش العز بيس